قبل ما ادخل الحلقه معاك كنت سامعك بتتكلم مع الاخ، انا متهيالي بودة بس انا خايف اقول اسمه غلط، بود بوده بودة نعم بوده اه اه بتتكلموا انتوا الاثنين في حكايه الاخت الله يرحمها شيرين ابو عقله، الاخت الفلسطينيه اللي توفاها الله النهارده يعني. نعم نعم وانا بسمعكم، لما جالي الخبر استمعت لكلام بعض المسلمين. اولا احنا النهارده في قتل اخت عربيه بصرف النظر عن ديانتها. انا اسالك سؤال يا موفق عشان تعرف انا بستغرب ليه، هل حد من اللي علقوا على الموضوع ده بانها نصرانيه او مسيحيه وما ينفعش نقول عليها شهيده وما ينفع هو ما ينفعش نقول عليها شهيده لان الشهداء موضوع تاني خالص في القران، غير حكايه اللي بيتقتلوا في سبيل الله. يعني مين اللي قال على الذي يقتل في سبيل الله انه شهيد؟ الناس مش القران. انما الاخت معك قتلت بمرأة ومسمع مننا بدم بارد، واحنا عرب مسلمين ومسيحيين حتى او يهود كمان. يا اخي الفاضل والله العظيم الذي يعمل على اقامتي في امريكا اخ نصراني واخ يهودي، والراجل ده في النهاية اسلم اليهودي. انا عايز اقول لك يا موفق، احنا خير امة اخرجت لانفسنا ولا للناس؟ كنتم خير امة للناس اخرجت لايه؟ للناس. للناس ازاي نعم احنا نتكلم كده؟ النهارده اخت عربية قتلت بدم بارد امامنا، احنا لسه بنفكر هي مسيحية ولا مسلمة ولا؟ يا اخي عيب كده والله، وان احنا ما ينفعش يتقال عليها شهيدة لانها مسيحية وكذا وكذا، ايه الكلام الفارغ ده؟ يا اخي ربنا سبحانه وتعالى قال كنتم خير امة اخرجت للناس. ازاي احنا كده؟ ازاي احنا وصلنا لكده؟ فشوف هنا، شوف هنا بيقول ايه، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. عارف اجتباكم يعني ايه؟ يعني اختار الله سبحانه وتعالى هذه الامه الخاتمه او الخاتمه، والكلمتين صح، لنصره دينه اللي الناس مش عارفينه، اللي المسلمين مش عارفينه. هقول لك ايه، قل لي بصراحة كده مين عمل بيها من المسلمين؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله، هل يقاتلون في سبيل الله هنا يعني يقتلوا في الناس؟ ولا يقاتلون هنا اللي هو الجهاد اللي احنا بنعمله ده؟ أنا وأنت دلوقتي والإخوة اللي معانا على الغرفة أو في الحلقة. هو ده القتال في سبيل الله. على فكرة، أوعى تفتكر إن القتال في سبيل الله إن ربنا خلانا نقتل في الناس. الناس مش فاهمة القرآن ومش عايزين يفهموه. القتال في سبيل الله، نعم. اسمع كده، إن الله اشترى، مين باع بقى؟ مين باع؟ ها؟ نعم المؤمنين. المؤمنين قوي. نعم. اللي فهموا الآية قوي. هنا نعم. بيقول هو اجتباكم، عارف يعني إيه إن يكون لك شرف؟ انت او انا او اي حد من اللي سامعيني دلوقتي يكون له شرف ان ربنا يجتبيه. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. انا اتحدى ان مسلم يشرح الآية دي، لان الناس دماغها مش في القرآن، الناس دماغها في ان القرآن صعب وان لازم شيخ يشرحه وشيخ يقوله وشيخ يفسره بس كده. فهمني يا موفق عايز اقول ايه؟ فهمني عايز اقول ايه؟ فاهمك 100%. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني ايه؟ نعم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا امر هذا الدين لنشره، احنا ننشره، احنا اللي نعلمه للناس غير المسلمين. احنا دلوقتي بنعلم المسلمين بس، احنا المفروض نعلم غير المسلمين. كنتم خير امة اخرجت للناس، احنا ما عملناش كده، احنا ما بنعملش كده. المهم، ملة ابيكم ابراهيم. انا بكلمك دلوقتي ليه اتبسطت من سؤالك؟ عشان احنا دلوقتي عندنا في مصر مشكلة كده، حكاية الدين الابراهيمي. هو ربنا قال دين ابراهيم ولا ملة ابراهيم؟ والله هذه مشكلة مش بمصر، هلا هذه عم تجتاح الوطن العربي بشكل كامل. بس زودوها في مصر شوية، وان احنا لازم نعمل الدين الابراهيمي. يا جماعه القران بيقول مله ابيكم ابراهيم، بل مله ابراهيم في ايه تانية. انت عارف المله اللي هي ايه؟ المله
طريقة إبراهيم في الوصول إلى ربه دون أن يعرفه الله نفسه. إبراهيم كان له صنيع في كتاب الله في القرآن غير مسبوق من أي نبي أو رسول، اللي هي مجموعة الآيات فلما جن عليه الليل. ما عرفش حضرتك عارفها ولا أقولها لك؟ لو أنتوا عارفينها يعني. أيوة. لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. قال هذا ربي، يعني هو خرج يبحث عن الله. هذه هي ملة إبراهيم، مش ملة إبراهيم يعني دينه زي ما هم عرفونا الملل والنحل والكلام الفارغ ده. الملة الطريقة التي انتهجها إبراهيم كانت غير مسبوقة، طبعا هداه الله لها لأنه يستحق ذلك، لأن الله اصطفاه. قول زي ما أنت عايز تقول، لكن اوعى تفهم إن ملة إبراهيم يعني دينه، لا، ملة إبراهيم. يعني خد بالك هنا الآية بتقول إيه، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة منصوبة إيه؟ يعني إلزموا طريقة إبراهيم في معرفة الله والبحث عن الله والإسلام لله. فهمني قصدي إيه ولا لا؟ ولا صعب عليكم؟ لا لا لا، فهمك تمام. ملة إبراهيم أي إلزموا في ذلك، إلزموا في أن ربنا يعني خد بالك هو اجتباكم، واخد بالك كأني بالله بيقول لي كذلك اجتبى الله إبراهيم فجعله هكذا في الملة. فهمتني؟ يعني هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة إبراهيم إلزموا هذه الطريقة التي انتهجها إبراهيم عليه السلام في بحثه عن الله ومعرفة الله إلى أن عرفه الله نفسه. وبالتالي خليك على الطريقة دي كمسلم، خليك على الطريقة دي في الوصول إلى حقائق هذا الدين. هو سماكم المسلمين من قبل. هو هدي بقى حصلت عليها مشكلة عند المفسرين، ناس قالوا هو الله وناس قالوا لا هو إبراهيم. الحقيقة فين؟ الحقيقة فين في ضمير الشأن؟ شوف، بفضل الله تبارك وتعالى إذا فتشت في القرآن والناس مش ما بتفهمنيش في الكلمة دي، فتشت يعني إيه؟ يعني بحثت باعتناء في ضمير الشأن في كتاب الله، لم ولن يعود إلا على الله تبارك وتعالى. ولو أنت خدت بالك هو اجتباكم، سبق هو سماكم، يعني في الآية دي في هو اجتباكم. ما يرجعش الضمير على إبراهيم بعد كده، لأن ضمير الشأن لله. قل هو الله أحد، أنت لو قلت قل الله أحد الكلام مظبوط، بس لو قلت هو فأرجعت الشأن في الوحدانية لله فقط. يعني خد بالك، لو الآية صيغتها حاشا لله، يعني قل الله أحد، الصياغة سليمة، بس اللي أصح والأسلم منها إيه؟ قل هو الله أحد، اللي هو ضمير الشأن. فطالما الآية فيها ضمير شأن عايد على الله هو اجتباكم، يبقى هو سماكم المسلمين. طب هو سمانا المسلمين، أمال إيه بقى إبراهيم؟ إيه ملة إبراهيم بقى؟ فهمني؟ أنا بقول لك الحل أهو، بس بحط لك إيه السؤال اللي بيفرض نفسه عليك وأنت بتتدبر. طب إيه قيمة إبراهيم هنا لما هو اجتباكم وهو سماكم الله تبارك وتعالى؟ عارف الآية دي بترجعك لإيه؟ فهو سماكم المسلمين من قبل، يعني هو الله هدى إبراهيم أن يسميكم المسلمين. إزاي؟ لأن القرآن كله مربوط ببعضه يا موفق. الآية، افتح الآية 128 البقرة كده وأنا حوريك فين هو سماكم، أنها لله ثم أنه هدى إبراهيم لذلك. الآية 128 البقرة، لما تقرأ الآية 78 الحج افتكر الآية 128 البقرة. نعم، فتحتها 128. نعم، ربنا واجعلنا مسلمين. حيل ده دعاء مين؟ ده دعاء مين؟ إبراهيم وإسماعيل. نعم نعم، هنا إبراهيم وإسماعيل، لأن الآية 127 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صح؟ نعم، السميع العليم. نعم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أهو سمانه. نعم، أهو سمانا المسلمين. أهو
لان ده كان دعاء ابراهيم لربه. فربنا جاب الصياغه ان ربنا هدى ابراهيم ان يسميكم، بس الفضل لمين؟ لله تبارك وتعالى. اقولها تاني ولا صعبه ولا سهله ولا ايه؟ والله انا بالنسبه لي سهله، ولكن لو تعيدها للمستمعين بكون بص أفضل. هو سماكم المسلمين، بنقول الضمير هو ضمير الشأن عائد على الله. طب ابراهيم قيمته ايه؟ ان ابراهيم في البقره كان سأل الله هو واسماعيل، شوف بيقول له ايه كده، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومن ذريتنا امه مسلمه لك. يعني هم طلبوا من ربنا ان تكون الامه دي موجوده. شوف بقى، خد بالك من كلامي، بعد موسى وعيسى وانبياء بني اسرائيل و و و و و هيبقى في امه لا يهوديه ولا نصرانيه ولا انما امه ايه؟ مسلمه لك. يبقى توصيفها الاسلام. خد بالك احنا سبقتنا اليهوديه والنصرانيه ودول رسالات، لكن كان دينهم ايه؟ زي ما انت قلت النصارى قالوا ايه؟ واشهد بأن اسلمنا، يعني نعم. مسلمون نعم. خلاص هنا بيقولوا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فكأن بالآية 78 الحج بيوصفها الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى هو الذي هدى إبراهيم أن يطلق عليكم الأمة المسلمة. شوف من قبل ما نيجي بقد ايه بقى، وهو بيرفع القواعد من البيت هو واسماعيل. يعني الايه 128 ايه توصيفيه وقعها الله تبارك وتعالى في الايه 78. وعشان كده طول عمري بقول لكم اعلموا ان ايات القران اذا لقيت ايه توصيفيه تاكد ان هيجي بعدها ايه توقيع لهذا التوصيف، وإذا لقيت آية توقيع أنت بتقراها النهاردة فقد سبقها آية لتوصيفها. القرآن كله كده يا موفق، على فكرة كله كده. فهنا بيأكد لك في 78 بيقول لك إيه، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. شهيدا عليكم بقى اللي هو محمد يعني عليه السلام، شهيدا علينا في إيه؟ إن إحنا فعلا مسلمين، إن دعوة إبراهيم تحققت. وصلت؟ وصلت 100%. طيب وتكونوا موضوع شهداء على الناس. وتفضل حبيبي. موضوع التسمية المسلمين. أيوة. بضمير الشأن أنت أعدتها على الله سبحانه وتعالى. هل هذا أيوة. هل هذا الموضوع يدخل تحت وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين؟ أي بمعنى الله يفتح عليك. خد بالك بقى، ده موضوع كبير أوي 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 في علم اللسان العربي وعلم لسان القرآن. ليه بقى؟ لأن ممكن الواحد يفهم إن ربنا هداني للإيمان، لكن بتبقى جوه النفس حاجة إن أنا اللي عملت كده. واخد بالك؟ واخد بالك من النقطة دي؟ يعني صحيح. يعني أنا إيه؟ أنا مؤمن بأن الله هداني لهذا القرآن، لكن جوه النفس البشرية بس أنا تعبت وسهرت لكن إنما لولا إنما أن يشاء الله. إنما أوتيت عن علم عندي. أيوة، دي أخطر نقطة تتعرض لها النفس نعم. البشرية نعم. فربنا بيقول إيه في اللي أنت قلته؟ ربنا بيقول عن القرآن إن هو اللي هو إيه؟ القرآن، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. ولما تلاقي نفسك استقمت اعرف وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هي دي زي دي بالظبط، دي راجعة على دي. يعني التوصيف هنا زي التوصيف هنا، والتوقيع هنا زي التوقيع هنا. يعني هو سماكم المسلمين من قبل، يعني لازم أنا أقولها كده، أن الله تبارك وتعالى بضمير الشأن هو الذي هدى إبراهيم أن يدعو هذا الدعاء اللي في 128 البقرة. فلما قال واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، كأنه أطلق علينا التسمية بهداية الله له في هذا الدعاء. نعم، يسر له التسمية. التسمية ان يبقى في أمة مسلمة. خد بالك نعم. احنا نعم. بص انا قلت لك اليهودية ديانة دينها الإسلام، او رسالة دينها الإسلام، لكن لما ربنا اراد ان يختتم الديانات او الرسالات سمى اسم الديانة الأخيرة او الرسالة الأخيرة باسم الشرع العام للدين كله، ان الدين عند الله الإسلام. فبقينا احنا مسلمين دين وديانة،
يعني احنا بنعرف الاخوة اليهود بنقول ايه؟ اليهودية ديانة. طبعا واحد بيزعل من كلمة الاخوة اليهود، واحد يقول لك ما يصحش نقول عليهم كده. ده انت ما يصحش تقول غير كده، لان انت ام الدعوة. انا لما سب اليهودي ههديه ازاي؟ هدعوه ازاي للاسلام وانا بشتمه؟ انت فهمني يا موفق؟ المسلمين لازم يعودوا لرشدهم في دين الله الحق. انا النهاردة اهاجم يهودي او نصراني وادعوه للاسلام هيقبل مني؟ اكيد لا، بده ينفر من الدين طبعا. وانا ليه ده؟ انا ليه ده يا اخي؟ يا اخي انا عندي ميزان، ان اكرمكم عند الله ها اتقاكم. نعم، مش اسبكم والعنكم، ما فيش كده. الدين مش كده يا اخوانا، زي اللي حصل مع الاخت شيرين، ما يصحش كده. عيب عيب يا جماعه، عيب. انا هسالك سؤال، هل حد من اللي اتكلموا الكلام ده النهارده يقدر يقسم بالله ان شيرين ابو عقله ماتت نصرانيه او مسيحيه؟ يقدر يقسم؟ يعرف اللي بينها وبين ربنا؟ انا بدي اعطيك مثال دكتور، يعني صدق. من الموروث، ابو بكر الصديق قال لو كانت قدمي اليمنى في الجنه واليسرى خارجها ما ضمنت اني داخلها. فهل اللي تكلم عن شيرين اليوم بهذا الموضوع ويعني حط حاله محل الله سبحانه وتعالى؟ ايوه الله يفتح عليك. هل هو ضامن الجنه؟ وصف نفسه اله. نعم، انا بقول لك، هل حد يقدر يحلف بالله ان فلان، مش هجيب سيره شيرين خالص حبيبتي الله يرحمها يا رب، يعني انا بسال، هل حد يقدر يحلف بالله ان فلان مسلم وان فلان نصراني وان فلان يهودي وان فلان مسيحي؟ وان يا اخي الكلمه الصحيحه على المسيحيين النصارى بيزعلوا منها، والله ما كنت بقولها، والله ما كنت بقولها، مع ان دي التسميه الصحيحه لهم في كتاب الله، ان هم نصارى يعني انصار، يعني انا بقولها مدح فيهم. لقيت بعضهم بيزعل منها، بطلت اقولها خلاص، ما فيهاش مشكله، ما عنديش مشكله. انا داعيه لله تبارك وتعالى، يعني انا بدعو لله تبارك الذي علمني كنتم خير امه اخرجت للناس، عشان تسبوهم وتلعنوهم وتشتموهم؟ معقول الكلام ده؟ يعني انا مش عارف طبعاً. ليه ما بنعودش للقران؟ ليه ما بنرجعش للقران طبعا. السؤال دكتور انه مش انت ضامن فلان مات مسلم او لا، هل انت ضامن نفسك انت حتموت مسلم؟ ما ده السؤال الثاني بقى، ده السؤال الثاني. لو قلت لي مثلا فلان ضامن، هقول لك طب ضامن نفسه بقى ان هو يموت على الاسلام؟ ابدا. هقول لك سؤال اقوى شويه، هل ضامن نفسه ان هو قد رضى الله عنه؟ ها؟ اكيد لا. مين ضامنها اصلا؟ نعم. ولذلك الكلام عن اليهود والمسيحيين وغيرهم، حتى الملحدين، حتى العلماني، يعني سمي زي ما انت عايز. انا ليه اسب الناس والعنهم؟ ليه؟ انا مسلم، كيف اسلامي؟ انا اسلامي انا ان انا اسب في ده والعن في ده واشتم في ده؟ هل معقول ربنا طلب مننا كده؟ يعني هل هذا يرضي الله تبارك وتعالى وانت عمال تتكلم وتطلق العنان لنفسك؟ هذا مستحيل ولا يليق من المسلمين. يا رب اكون وفيت لك الحته بتاعت هو سماكم المسلمين من قبل دي. وصلت 100%. الله يعطيك العافيه دكتورنا، ما قصرت. طيب عايز ارجع تاني بسرعه ولا نخلي بقى المره الجايه زي ما انت عايز؟ قول لي بقى انت عايزين انت كيف ولا؟ انت كيف شايف حالك هلا؟ انا كنت عايزك اكمل درجات، بس انا انت خدت معايا درجات الادراك، احنا واقفين عندها، لان في بعدها درجات العبوديه والايمان. ممكن يبقى يوم السبت ان شاء الله نعمل التجربه بتاعه سوره ال عمران من 19 ل 85، واكمل لك النقطه بتاعه درجات الادراك ودرجات الايمان ان شاء الله، باذن الله. ان شاء الله. تمام ان شاء الله. طيب انا بقول نكتفي لغايه لهلا، ونكمل يوم السبت، واذا بتحب ناخذ يعني بعض